مرحبا بكم في اسي جديد. بون راكم شفتوا شويه في التيتر، مي بون غانو سير غانو فو اون ايماج اون فيديو. اليوم كهرباء اكسبسيونيل سي سيف، كما تصلحت لنا. مرحبا، تفضل تفضل تفضل. عندك ما تقول لنا على السياره العجيبه هذه؟ السياره هذه اخويا شنو هي السياره هذه؟ باش نبداو من الاول. ساعه برشا عباد يتسألوا زعما جات لتونس ولا ما جاتش اوفيسيلمون ولا اوفيسيلمون؟ جات فوالا. نعملها ضريبه صغيره، عملنا جات هوب فوالا فوالا. هنا بون اونيتمون سي لو توب 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 في التكنولوجي. باش نكمل نوريكم جوست لا بارتي افون، بعد كده ندخل شويه لداخل والانتيريور. نحب نوريه لكم او كالم. شعل الزواد زعما برا، شعلنا عملنا الفولو مي هوم. دونك هنا باش نشوفوا شنو عندك لي توت لي زيد على الكوندويت. بون هنا سمعتوا بهم سورمون في الانترنت. اودي الا انتغري بريسك 30 ايد على الكوندويت. اللي تشوفوا فيهم سي دي رادار، كلهم سي دي رادار لي لوتا. هذوكم سي با دي زونتي برويا. لو ستاني سي لو ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف. تحب تخدمنا خلي يسمعوها تخدمها مثال شيء فرد مره. دونك هنا سي فوالا شوفوا سي ان فيسو. هاي خلينا ننزل نحكي شويه اون ديتاي الداخل او كالم. هاي سكننا الكهرباء وسكتنا الكهرباء. شوفوا كل في الجور كيفاش اون تخوا نيفو على اليسار فوالا. هاكا عملنا في لابل دو فار عملت سيف بالماتريكس ليد بالحاسيل وحاسيل وليد ليد فوالا. هاي نتقابلوا في الاناليز ديتاي دو ديزاين. سكر علينا باش ما حدش نهرب، باش ما حدش نهرب الجنب. باش نعملوا اناليز كبير. وي فوق فوك سوا تاع لو لابوراتوار فوالا. خاطر هي بيدها ستان لابوراتوار افكتيفمون فوالا. هنا اللي جرى اللي هو المره هذه اودي عملت ان با شون هابيتون. لازم نقول لك ناخذوا انا نمشيو من غادي كاي برا نمشيو نطلعوا عليها من غادي. هنا ما ايزون شوازي المره هذه باش يزيبات لا غالري وفرد وقت زاد ايزون بري لور طون باش عملوا اون رياليزاسيون اللي هي بالحق هاي تيك. هاي تيك تون نحكيو عليها تشوفوا في الانتيريور شويه. حكيت لكم قبل شويه كيفاش اللي لوطانيين هذوك كلهم اللي تشوفهم في البوكلي القدامي سي دي رادار. هذوكم سي با دي زونتي برويا كم فوسيت اللي تراو فيهم اللي ما يوريهم لنا سيفر جوست هذوكم فوالا. هذوكم سي دي رادار، هذوكم سي با دي زونتي برويا. خاطر هنا ما عادش لا نوسيون دونتي برويا نيكزيست بلو بيسكو احنا شفناها ليكليراج صحيح ادابتاتيف فوالا. هذا كل ولا يجو لو رول اللي هو ينجم فيها حتى لو سيستيم بيدو اللي وقت اللي يتعدى بيتون طفي الضوء في النيفو نتاعو باش ما تجهب باش ما يجرجوش فوالا. وثم حتى زاد اون ايدي اخرى هي ودي باش تعملها تري بيانتو هي لو باساج بيتون. اي تشعل لك الباساج بيتون كي بيتون ضوي لك القاع كاينو باساج بيتون تمشي انت فيه باش ترى وين تمشي تكمل تقص انت وهي تعاود تخرج. معناها الحكايه ولات فاز اخرى اون دون اون اوتر ديمونسيون. هنا بون ودي معروفه اللي هي في الاكليراج الى انفستي برشا فلوس داير. هما عندهم ان دي بلو غرو تونيل في الاوروب نتاع التيست تاع الاكليراج فوالا. اكليراج بالطبيعه كل الناس تقول سفلوري من الدايروديناميزم فوالا. خاطر الاكليراج سي اوتر شوز، فيه ظلام معين حكايات اخرين معناها سي كيك شوز سبيسيفيك. هما شنو هما معناها ركزوا معاها الحكايه هي تو غيلمون. تو كي تجي تشوف انت تقول كيفاش وصلوا لهذا غيلمون. هي في الكاتريم جينيراسيون نتاعها. وي تتذكر اول واحده شفناها اون 2003 ولا 2001 في البريود هذيك وقتها فيها الواحد بالبانو فوتوفولتايك. اي 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 هما في الانوفاسيون هما راهو عندهم الحكايه. وحاجه اخرى فيت هما عملوا وقتها جوست بون انكدوت حكينا عليها هذه المره في ان دي سي. هما عملوا لو توا اوفرون بانوراميك وفرد وقت فيه دي سيلول فوتو الكتريك. دونك سي ان بانو فوتو فولتايك في الاخر ولا. والضوء اللي يخرجوا البانو هذاك يخدم دي فونتيلو باش يهوي الكهرباء فوالا.
ما تتلغاش كوشه صحيح فوالا دونك سي ان جون اللي هي توا موجوده راهي الاوتوماتيزاسيون توا اللي تنجم تمشي خاطر توا في الكار تاع لي فيكول هيبريد باسكو ثما البطاري دونك نجم تخدم كليماتيزاسيون اون اتوندو انت تجي للكهرباء معناها ثم ان سيكل اللي هو يتعمل له بالديستانس مع المفتاح ثم حكايه اخرى عندك زاد لا ريكوبيراسيون توا ايزون انتخودوي حتى مع لي موتور ثيرميك الانتخودكسيون تاع لا ريكوبيراسيون دينيرجي في البطاريات وكل شيء اللي هي بعد تحكيو عليها في الميكرو هيبريداسيون وي حاجه اخرى هي توا هيستوريكمون قلت انا 4 جينيراسيون هي ريلمون يافي الاولانيه بالكل اللي هي سيتي ان ديفي اللي عملوا فرديناند بييش اللي سيتي لو ديريكتور تكنيك في اودي من عام 72 واللي هو اللي دز اودي باش ترجع في الكورس نتاع البريميير خلينا نمشيو للبارتي التلانيه وجست كانت نجم خلي اجا معنا التالي خلينا نوريهم شويه حاجه صغيره بشنوريهم pour l'éclairage خاطر c'est très important de voir ça juste quand نجم تحل لنا الكهرباء وتسكر هنا باش عملنا هيك لي بتي ليد نتاع العاده فوالا 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 تشوفوا كيفاش كي تحل كيفاش الديفيلون كانت نجم جوست ضوينا شعلنا الفيوز فوالا effectivement عملتو سي اللي حاجتي بيه فوالا هكا شفتوا كيفاش لي في نتاع لوميير كيفاش لو بوند نتاع لوميير هي لا سول اللي فيها لا بوند تاع لوميير قاعده في الارض فهمت الاسيت فيها زيد لو ميم برينسيپ سا ريسومبل ا سا مي سي با لو ميم شوز والاسيس فيها زيد وسا ريسومبل ا سا مي سي با لو ميم شوز بالطبع اللوطه هنا سي با دي سورتي فاكتيس حكينا عليهم احنا في الصالون خاطر سي با لو اوبجيكتيف دو فير سا فوالا خاطر الحقيقه سي جوست ان اليمون ديكوراتيف وي بور اكسنتوي الكوتي الضوء كي كذا لمت لكم شويه تشوفوا الضوء تفضل لا اي سي بور معناها السنتور الكل على الكهرباء الكل تاع الكروما وي اللي هي معناها جنب هنا الكل فوالا هاب شنو جنب جست لحظه واحده هاب فوالا اللي هي هاي هاكا تشوفوا الكلام فوالا اللي هو يكونتينيو حتى يمشي لخر بكل وتحس شوفوا فوالا ابار لا سنتور معناها غيالمون اللي هي عملنا لكم هاكا في الاستوديو تقول علينا في هاك لي بريزونتاسيون اللي عملوهم افون بريمير Voilà, on a fait avant-première Tunisie. Avant-première Tunisie. En plus, on est beaucoup plus calme qu'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on a choisi. Vous avez vu le feu de position. Le feu de position. En fait, on a commencé le feu de position. Voilà, le feu de position, il est en train de faire ça. Vous voyez, il y a trois lamelles et une dans l'arbre. En fait, c'est une chose qui est avant l'Allemagne. Il y a le feu de position, tu as le clignotant. La position extérieure, tu as le caillesse. دونك هذاك يخلي كهرباء ضوء الفيوز تيلاني وال بالطبيعه راه هنا تشوفوا الكاميرا سافاد سوا معناها ما مانيش نحكي وطلنا نوريهم بعد في الانتيريور في الانتيريور بيان سور عندنا في البيبان الاربعه عندنا لاسيستونس فوالا اسيستي فوالا هذه بيان سور سي لونغ ويل بيز دونك سي لا فيرسيون ال هذه لونغ ويل بيز معناها ال مش ليموزين لا خاطر هو لا مو باش نفسر لهم شويه ليموزين اون فيت سي لا نوسيون لا برلين عند الالمان اسمها ليموزين تسمى ليموزين دونك كي تقول ليموزين ما قلت شيء بالنسبه للكهرباء ما قلتش طولها شنو فهمت مي هنا هما تويك عندهم الاسم عملوه باللونجلي كوا استعملوا الاسم اللي باللونجلي اللي هو ال دبليو في بي اللي هو اللونج ويل بيز اللي هو تعرفوه حتى في الطيارات وعندك الطيارات تلقاها اسمها ال دبليو في بي ولا ا دبليو في بي اما اول وحده بالحق لا انتخودوي بالرسمي معناها ولا ديما يتسمع هو الغولز وي وي في الفيرسيون 57 و 62 فوالا اما هنا عندك حاجه اخرى باش نحكيو جوست ان ديتاي رابيد اللي هو باش نحكيو جوست على هذا شنو يقصدوا به 55 اون فيت سي لا نوفيل دي كواترو نعرفوها الكهرباء خاطر اللي هي اون 4 موتريس وي تي اف اس سي سي لو سيستيم دانجيكسيون اللي هو توربو فراكسيونال فيول سيرتيفايد انجكشن فوالا سيرتيفايد انجكشن وهنا 55 اللي هي عملوا اون بانوبلي نيفو دو بويسونس فوالا نيفو دو بويسونس اللي هو 30 35 40 وهو كل مره كيما نقولوا احنا من 100 حتى نجي مثلا 150 اسمها 30 فوالا اون فا افوار سو تيب دو دينوميناسيون ولا نيميرو على الكام الكل نتاع اودي فوالا سور سو قبل في الانتيريور خاطر الانتيريور بالحق معناها سي انكور بلوز انورم كو سا لا بلوس